جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أنفق في سبيل الله وفي وجوه الخير؟ ولي إخوة ولكنهم غير موافقين في بعض الوجوه، والمال في يدي، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. تنفق من نصيبك في وجوه الخير، وأما نصيب إخوانك فلا يجوز أن تنفق منه في وجوه الخير إلا إذا رضوا بذلك. نعم.